حارس تراتي تصل لباندا، خطيرة لفريق ليتشي، تمريرة داخل المنطقة لبيكولي، بيكولي مع الكرة، بيكولي يسجل الهدف الأول، الهدف الأول للمهاجم الإيطالي، يعطيه الثقة دافيرسا ويكون على قدر المسؤولية. هدف مبكر لفريق ليتشي يشعل الأجواء في بداية هذا اللقاء. الهدف الثالث للمهاجم الإيطالي هذا الموسم. خطأ كبير من الحارس تراتي، باندا يقود العملية، يمرر الكرة إلى بيكولي، استلام مرور وبالقدم اليسرى، خطأ مزدوج من تراتي، خطأ في التمرير وخطأ في المتابعة والتصدي لهذه التصويبة، والهدف الأول لفريق ليتشي. هدف مقابل لا شيء، هدف الأسبقية والأفضلية لفريق لجالو روسي، غير ممكن، غير ممكن. الحارس تراتي سانتوس لبرازيل، الآن فرصة لتسجيل هدفه الأول مع فروزينوني، الهدف الأول له هذا الموسم. كايو جورج في مواجهة الحارس فالكوني، يستعد اللاعب البرازيلي كايو جورج بهدوء، يتقدم كايو جورج أمام فالكوني، كايو جورج، هدف التعادل، هدف التعادل من علامة الجزاء. فروزينوني يعود لأجواء المباراة عن طريق كايو جورج الذي يسجل هدفه الأول هذا الموسم. فرحة للمدرب دي فرانشيسكو ولجماهير فروزينوني الحاضرة في مدرجات ملعب الفيا دال ماري. شاهد الكرة ذهب في الاتجاه الصحيح الحارس فالكوني، ولكن التنفيذ كان ممتاز، وكرة صعبة، كرة صعبة في أقصى الزاوية اليوم من اللاعب بيكولي، ولكن الحارس كان في الموعد. واحظى هذه المرة في الشباك، هذه المرة الكرة في الشباك، تصويبة أولى أنقذها الحارس تراتي، ولكن تصويبة رمضاني تمر من الجميع. أي فرحة، فرحة جنونية في مدرجات الفيا دال ماري. هدف في وقت قاتل، هدف في وقت قاتل للاعب رمضاني، يسجد سجدة شكر بعد هذه التصويبة الصاروخية. غلطت الحارس تراتي، تصويبة يسأل عنها أيضا الحارس المرمى. صحيح تغير اتجاه الكرة، ولكن كان من الممكن لتراتي